هذا المشهد يحجب وراءه أساليب مبتكرة لامرأة أثارتها أكوام القمامة المتواجدة أينما ركن، فأطلت نحو وجهتين وجمعتهما بتراث جديد. ذهبت بصنارة الغزل إلى أبعد من الصوف، فنسجت من أكياس النايلون الملقاة في الشوارع أشكالا ومنتوجات جمالية. أستخدم صنارة الكروشيه في شيء مميز جديد، إني ما أستخدمها بالشيء التقليدي اللي هو الصوف. فكرت إني ممكن أستخدم أكياس النايلون كونها متوفرة وعاملة منظر مزعج للبيئة، ما في يعني استهلاك مميز أو استهلاك أمثل لهذه الثروة اللي ما حدا منتبه إلها. زينب عزيز التي أعملت عقلها بعد تخرجها من الجامعة ونظرت إلى أقاصي الأفق، أعادت تدوير النايلون التالف هي ومجموعة من النسوة، وانضممن للعمل معها بعد اقتناعهن بالفكرة ومردودها على البيئة وعليهن في ظل أوضاع اقتصادية مهترئة. يعني بوكل شخص معين إنه يجمع لي النايلون من أماكن مختلفة، بقوم بغسله وتنظيفه وتعقيمه وبعده لأشعة الشمس حتى يجف، بعدين بنقوم بقصه وبنحوله لكرات بتشبه كرات الصوف، وآخر شغلة بنستخدم الصنارة فعمل منتج جديد. فيما يشبه البروفا تحاول زينب ومن خلفها أخريات إخراج عمل لهن من فتات الأشياء، وفي المقابل تتراكم آلاف الأطنان من النفايات في المكبات الثلاثة الرئيسة في غزة دونما الإقدام على خطوات لإعادة استخدامها والاستفادة منها. أشياء كثيرة بدوروها بيعملوها عملية تدوير وبرجعوا يستخدموها، مش على قد الأكياس النايلون. بنشتغل عشان نشغل الوقت وعشان يكون في مردود مادي يساعد. يعني هنا مفارقة بين من يغوص في العمق وبين من يبقى على السطح. لم تكن البطالة آخر معاقل هذه السيدة التي حاكت من أكياس النايلون البالية منتوجات بعد إماطتها من الطرقات لتضرب عصفورين بحجر واحد بين صديقة للبيئة وعاملة منتجة. من مدينة غزة، إسلام الزعنون، تلفزيون فلسطين.